هند هند فخر فخر يا فخر. قوم بقى. ازيك يا استاذ؟ تمام. مبروك التالت. حصل ايه؟ احكي لي. زي ما انت قلتي، ما تعالى هادي كده. حاسس بيه؟ تمام، مش عارف. وقعد يقول لي يا ريتني كنت عملت كده وانا ندمان، ولو الزمن رجع بيا تاني مش هعمل كده. الزمن عمره ما بيرجع. طبعا انا ما اعرفش ليه بيقولوا كده، يعني هو فاهم ايه؟ علشان كده مش لازم تتلخبط. الذنب لما بيحصل الندم مش بيمحيه، ولا حتى العقاب. الذنب بيفضل ذنب. انت صح. أنا دايماً صح يا حبيبي. إلا ما قلت ليش مين أدهم ده؟ ما لقيتش أي حاجة عنه في الملف. عشان وقت وكيل النيابة لما كان بيحقق لحد لما سافرت بلجيكا، هو وقتها كان هناك، بس حظه بقى إنه هو رجع مصر. بس الموضوع مش هيبقى سهل. اشمعنى؟ دبلوماسي. هو كان اسمه أدهم إيه؟ أنا نسيت إنك صحفية ولازم مناخيرك تبقى في كل حاجة. ليك عارفة يا والله؟ أنا معرفوش. اسمه أدهم نجيب. الو. اسف لو كنت اتصلت بيكي في وقت مش مناسب. لا بشتغل. اتمنى يعني ما اكونش ازعجتك. لا ما فيش مشكله. هو في حاجه ما تستناش؟ خير. مش هينفع في التليفون، لازم بكره نتقابل. خير؟ انت كده قلقتني. لا 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 ما فيش قلق. طب ما ينفعش نتكلم في التليفون؟ مش هينفع في التليفون. حاجة تخص الشغل، حاجة مهمة وقعت تحت ايدي. طيب حاضر، بكرة هجيلك المكتب.